بسم البنات، مرحبا بكم في وصفات امل العبديه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هذه الكبده المشرمله. غنحتاجوا ان شاء الله في مقادير الكبده ديال الدجاج مغليه مع جوج دروس ديال الثومه وورقه سيدنا موسى. كنغليها مزيان حتى كنحيد من هذيك الكشكوشه. هذه الكشكوشه هي اللي كتكون فيها الزفور وهي اللي كتخلي الكبده ما تجيش زوينه. من بعد ما كنغليوها وكنحيدوا هذيك الكشكوشه كنسقطروها. يعني كنحتاجو هنا جوج طريفات ديال الحامض، تقدروا ديروا الحامض مصير. عندنا الخرقوم، سكينجبير، الابزار، عندنا شويه السودانيه. عندي الزيت باش غنقليو البصله تقريبا جوج معالق، البصله وحده مشلضه. عندي الكيتشوب، عندي جوج دروس ديال الثومه، شويه الفلفله الحمراء وسكينجبير. في الاخير غادي نديروا معلقه صغيره ديال الكيتشوب. انا هنا خديت زدت جوج عناقات ديال الدجاج، لان الصراحه بنتي عزيزه عليها يعني العناق ديال الدجاج. المهم هاد البنات الطريقه راه ساهله، يعني ديك الساعه يعني كطيب ديجا راه الكبده مغليه يعني راه طايبه. فكناخذ كندير الزيت، دوك جوج معالق اللي عندنا، تقدروا ديروا زيت العود اللي بغيتوا. كنزيد عليهم البصله والملحه وكنقلي شويه البصله شويه بالماء دبيات ليا باش كتعطيني باش كتجي لذيذه وكتجي زوينه. بعد كنزيد عليها كنزيد على الكبده ديالي اللي كما قلت لكم البنات ضروري يعني ضروري كنغليوها قبل. فهنا غادي نزيد الثومه، جوج راس ديال الثومه والفلفله والملون. غنزيد من بعد غنزيد الابزار والخرقوم والسكينجبير والخرقوم عواد. غنزيد جوج طريفات ديال الحامض. البنات اللي عندها الحامض مصير زيدو، انا الصراحه ما كانش متوفر عندي فقطعت جوج طريفات صغار ديال الحامض. حتى هو راه كيعطي اللذه كيجي زوين. اولا تقدروا تعصروا اللي عندكم عصير ديال الحامض، عصروا شويه الحامض وزيدوا حتى هو كيجي لذه رائعه. انا غادي نزيد تقريبا نص كاس ديال الماء غير باش ما تحرقش لي القامه اللي درت التوابل، ما تحرقوش ليا. صافي كنديها ونجيبها غير بلا مشربات ديك يعني ديك الاقامه اللي درنا فيها. فهي دغيا هاد الكبده المشرمله اكسبريس، يعني ديجا هي طايبه فراه ما كت يعني ما كتاخذش لينا الوقت، تقريبا جوج دقائق ثلاثة دقائق هي واجده معنا. هانتوما البنات ملي كتشوفوا فهاديك البصيله كطلق، انا درت فيها نص كاس تقريبا ديال الماء وديك البصيله كطلق فكنخليها كتشرب مزيان وصافي كتولي واجده معنا. هي راه ساهله هاد الوصفه يعني اكسبريس صراحه، تنفع في عشيوه. انا صراحه درتها للعشاء. انا بنتي ما كتاكلش الكبده، كتاكل غير العناق ديال الدجاج، فدرتهم ليها حتى هما زدتهم. كنتمنى البنات لاول مره تشوفوا القناه ديالي ما تنساونيش تدعموني بلايك وبالبارطاج الفيديو، وانا دائما ان شاء الله معكم يعني بوصفات يعني بحال الحلويات بحال الشهيوات بحال. المهم غنحط لكم الوصفات اللي كان يعني اليوميه ديالي اللي كنت انا صراحه كنستعملها. وها نتوما البنات كيف كتشوف اخر مرحله كنزيد ديك معلقه صغيره ديال الكيتشوب، فهو كيعطي واحد البنه زوينه. كما تقدروا ديروا تقريبا معلقه صغيره ديال الحك ديال المطيشه. وهكا غادي نكون شرمت الكبده ديالي، فغنخليها غير تشرب القامه ديالي وغادي ان شاء الله نحطها معكم في طبق التقديم. كنتمنى البنات تقبلوا على هذه الوصفه، يعني هي وصفه بسيطه وسهله وبالصحه والراحه.